ما هو دليل شروط التوبة الأربعة من الكتاب والسنة؟ دل أدلتها كثيرة. الحديث الصحيح أن توبة الندم أمر جل وعلا بالإقلاع من الذنوب ونهى عن الإصرار عليها. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر في التوبة عدم الإصرار، ثم قال بعده: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها خالدين ونعم أجر العاملين. فلا بد من عدم الإصرار، فالإصرار شرط في صحة التوبة. ومن أصر ما تاب، وإنما قال باللسان دعاء قد يقبل وقد لا يقبل. وإنما التوبة الصادقة أن تكون عن إقلاع وعن ندم وعن عزم صادق ألا يعود فيها. فإنه متى لم يعزم فهو مصر، إذا لم يعزم على ترك الذنوب فهو مصر عليها مقيم عليها. فلا يتم له عدم الإصرار إلا بتركها والعزم ألا يعود فيها، فبهذا يكون غير مصر مع الندم على ما مضى منها. وأما رد المظالم فأدلتها كثيرة، وسمعتم الحديث في المحاضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات وكان من سيئاته فحمل عليه. هذا يدل على أنه لا بد من رد المظالم، وإلا تحمل تلك الآثام يوم القيامة وتحمل تلك الأثار من أولئك المظلومين تحمل عليه مع سيئاته وأوزاره. ولا حول ولا قوة إلا بالله.